رسالتها إلى مجلس الأمن بشأن اليمن، ما الذي تريده أبوظبي؟ هل تأكل الإمارات الثوم بفم التحالف لتحقيق أطماعها في البحر الأحمر؟ لماذا تصمت الحكومة اليمنية على العبث المتكرر بسيادة قرارها من قبل بن زايد؟ من أجل تحقيق هذا الغرض ستقوم قوات حكومة اليمن بدعم من التحالف بتكثيف عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة والجبهات الأخرى، وهي عمليات محسوبة بإمعان لتحقيق غرض واضح، ألا وهو بدء العمليات السياسية مجددا. كانت هذه فقرة من رسالة رسمية إماراتية لمجلس الأمن تناقلتها وسائل إعلام. في لهجة الرسالة وصاية سياسية وتجاوز جديد للسيادة اليمنية، وتقديم أبوظبي ذاتها كبديل سياسي عن الدولة اليمنية وعن السعودية التي تقود التحالف العربي، كما أن دلالة التوقيت الرسالة تعكس التهور الإماراتي المتنامي منذ بدء معركة الحديدة أكثر من أي وقت مضى. مراقبون يرون أن الرسالة تحمل مخاطر عديدة، من بينها أن الإمارات هي من سلمتها ولم تسلمها حكومة اليمن باعتبارها السلطة الشرعية، كما لم تسلمها السعودية باعتبارها قائدة التحالف. رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن حملت في مضامينها إشارات لها علاقات بالاستلاب السياسي ومس السيادة اليمنية. ظهر فيها خطاب أبوظبي كعادته متعاليا يتحدث عن مصير بلد مثل اليمن، كما لو أنه يتحدث عن مدينة العين في أبوظبي أو جزيرة النخل في دبي. تحدثت الرسالة الإماراتية عن المرجعيات الأساسية بلهجة الآمر السياسي والناهي في اليمن، وتمت الإشارة إلى الحديدة وتحريرها دون بقية الجبهات، فيما يشبه التلميح للفاعلين الدوليين إلى أنها من تمسك بخيوط المعركة العسكرية في الحديدة. ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أبوظبي مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتقاليد مجلس الأمن فيما يتعلق بمس المصير السياسي لدول ذات اعتبار سياسي وكيان قائم على الاستقلالية السياسية. جاءت الرسالة الإماراتية تعزز طروحات مراقبين عن إصرار أبوظبي منذ عام 2018 على وجه التحديد على تقديم ذاتها كبديل سياسي للدولة اليمنية، خصوصا في مناطق لها علاقة بالجغرافيا السياسية مثل عدن والحديدة. بحسب متابعينا، تبرز أبوظبي كعبئا سياسيا وعسكريا في طريق استعادة الدولة اليمنية، يتصاعد دورها السلبي بشقيه السياسي والعسكري المتعلق بأطماعها القديمة الجديدة في البحر الأحمر ومجاله الحيوي. الانتقاص من الدور السياسي للدولة اليمنية من قبل أبوظبي مسلك إماراتي واضح المعالم، لكنه تضاعف في الأشهر الأخيرة وتحديدا منذ بدء معركة الحديدة وإحكام القبضة الأمنية على عدن عبر الميليشيا التي تعمل بالوكالة. حتى هذه اللحظة لم تخاطب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي برسالة تتعلق بالانتقاص الإماراتي للقرار السياسي اليمني، ولم تحتج على مس السيادة الوطنية على طريق الاحتجاج على مسلك أبوظبي في سقطرى. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا في الاستوديو، وكيل مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتي السابق أستاذ جاسم الشامسي. أهلا بك أستاذ جاسم. يا مرحبا، حياكم الله. إذا 4 سنوات أستاذ جاسم منذ أن تدخل التحالف العربي في اليمن، الحرب كل يوم تتجذر، كل يوم تنمو وتكبر. البعض اتهم التحالف في أنه يريد أن تبقى اليمن بهذا الوضع، في هذا الاضطراب، كيف ترى المشهد أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بكم جميعا، ورحب بك أخي الفاضل. خلينا نبدأ من البداية. تفضل. الإمارات لما بدأت في اليمن كان الهدف هو دعم الحكومة الشرعية، كان هنا بسط الاستقرار والسلم الاجتماعي في اليمن، وكان هذا الشعار الموجود في الإمارات خلال الفترة الماضية. لماذا لم يتحقق هذا الهدف خلال الفترة الماضية 4 سنوات مثل ما ذكرت؟ لماذا لم يتم تمكين ثوار حقيقيين بإدارة الدفة في اليمن؟ لماذا لم يتم دعم الشعب اليمني بالسلاح ولا يتم الاتيان بالجنود الإماراتيين اللي استشهدوا وقتلهم باليمن؟ لماذا لم يتم يعني تفريق بين مكونات، او لماذا يتم التفرقه بين مكونات الشعب اليمني، بين الاصلاحيين وبين الثوار الاخرين؟ هذه كلها تعطي مؤشر ان الهدف الرئيسي ليس هو اليمن، بقصد هناك اهداف اخرى خفيه يقوم بها نظام الامارات، سواء اقتصاديا او سياسيا او حتى خدمه اطراف اخرى اجنبيه.
إذن الهدف الرئيسي لأنه لم يكن هدفا اجتماعيا، هدفا فيه خير للشعب اليمني، ذاك لم ينجح هذا هدف، وكان ودخلت هناك مكونات أخرى في 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 المعادلة اليمنية عن إيران، دعم روسي خفي للعملية أو لعملية القتل في اليمن. إذا الهدف الرئيسي والشعار الذي قامت عليه عاصفة الحزم لم يكن هدف نظيف خالص نظافة مثل ما يقولون، ولكنه كان هناك أهداف خفية لم يتم يعني ذكرها الآن، ولكن الأيام كشفتها في الفترة الماضية أن هناك أهداف خفية تخدم مصالح غالبا مصالح أجنبية وليست حتى عربية. طيب يعني إذا ما أجملنا هذه الأهداف، هل يمكن الحديث أنها تتجاوز المصالح اليمنية أم أنها تراعيها على الأقل؟ والله الفترة الأخيرة رأينا أنها تتجاوز المصالح اليمنية، لأن انظر للشعب اليمني الآن، انظر الإشكاليات التي خلقتها عاصفة الحزم في اليمن، انظر العدد الجائعين في اليمن، المرض الموجود في اليمن، الأزمات الموجودة في اليمن، العدد الذين خرجوا من اليمن، هذه كلها تعطي أن المؤشر الحقيقي أن هذه العاصفة الحزم زادت من معاناة الشعب اليمني ولم تؤدي إلى الهدف الذي تم التخطيط له، وهو الشعار الذي قيل في بداية العاصفة أنه هو استقرار ودعم الحكومة الشرعية. طيب يعني فيما يتعلق في حلقة اليوم، كانت هناك رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن بشأن اليمن، لعلك اطلعت على تفاصيل هذه الرسالة ومضمونها، لكن قبل أن ندخل في هذه المضامين، هل يحق للإمارات أن تتحدث عن الوضع باليمن وتناقش في مجلس الأمن بهذا الشكل؟ الفترة الأخيرة لو لاحظنا هناك ازدواجية بين الأهداف السعودية والأهداف اليمنية والأهداف الإماراتية، نلاحظك في موضوع سقطرة، نلاحظك في الحديدة، نلاحظ ذلك في أطراف كثيرة في المناطق في اليمنية، لذلك هذا مؤشر أن هناك في اختلاف خفي في المعادلة في السياسة السعودية عن السياسة الإماراتية أولا. ثانيا، الإمارات لما تدخلت بهذه الرسالة بناء على تقرير مسبق في شهر 8 من هذا العام أن التحالف انتهك حقوق الإنسان باليمن، وبالتالي هذا التقرير الذي صدر في شهر 8 حتى وزير الدول الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قال يجب الرد على هذا التقرير، وهذا التقرير عبارة الأخيرة الذي ذكرت الإمارات عبارة هو فحواء أو الهدف منها هو الرد على تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم دول التحالف بأن هناك انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، وأيضا يعطي مؤشر أن هناك يعني نوع من الإحساس بالألم ونوع من الفشل الخفي الذي حدث، لذلك لما يتكلم وزير الخارجية أو مسؤولين في الإمارات يقولون يجب أن يكون الحوثي حاضرا في المشهد، وأن الحوثي لا يريد أن يعمل أن يدعم العملية السلمية، مع ذلك أنهم وصلوا إلى مرحلة الإنهاك في موضوع اليمني. طبعا تكلفة الميزانية الإمارات تعاني، تكلفة الميزانية السعودية تعاني، الأموات الإمارات فاقوا 150 شخص إماراتي جندي إماراتي استشهدوا في العملية السلمية، فهي كلها تزيد من معاناتهم الداخلية وحتى نظرة الشعوب إليهم، فهذا يجعل الإمارات تسبق الأحداث مثل ما تفضلت أنت تحاول أن تكون لها الوصاية على موضوع الشأن اليمني، لأن هذا ليس الأمر هناك هو الأمر يعني مثل ما تقول أنه ملاحظ من قبل الشعب اليمني بشكل كبير، وهناك يعني استمرار لعمليات مس السيادة إن صح التعبير فيها من خلال الممارسات وكذلك من خلال مثل هكذا رسائل أيضا إلى مجلس الأمن. لماذا يستمر هذا الأمر برأيك؟ لأن ليس هناك أمر آخر، هذه دخلوا في المعمعة وظهر ملامح ومؤشرات الفشل، الرجوع إلى المربع الأول فيه ألم بالنسبة لهم كبير، هو معناته ذلك أن في نهاية الأمر الحوثي سينتصر، الهدف الرئيسي من دخول من الأمن لم يتحقق، هو الهدف الرئيسي ليس فقط هو الأول، ليس الهدف دعم الحكومة الشرعية، ولكن الهدف الرئيسي هو تقسيم اليمن حقيقة، وذلك تجد أن الإمارات مهتمة بالجانب الجنوبي بالشطر الجنوبي والسعودية بالجانب إلى حد ما بالشطر الشمالي، وكلها عبارة عن المعادلة الحقيقية هي تقسيم اليمن، محاولة استيعاب الذي يحدث في اليمن هو الثورة الشعبية التي تريد الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية وغيرها،
لا يريدون أن يكون في اليمن انتخابات حرة، لا يريدون أن يكون في اليمن هناك نوع من المشاركة السياسية التي قد تؤثر على الشعوب في المنطقة. إذا الهدف الرئيسي إلى الآن لم يتحقق، والحوثيين أصبحوا في مرحلة أقوى على الأقل سياسي، خلينا نتكلم، وأصبح الطائرة صواريخهم تصل لأبوظبي وتصل الرياض وغيرها، فالأزمة زادت. هروبهم من هذا المشهد وفي ظل ما زال الدعم الأمريكي موجود سيسبب لهم يعني فشل أمام شعوبهم، خاصة محمد زايد الذي يريد أن يكون رئيس الإمارات ومحمد بن سعود يريد أن يكون ملك السعودية. فشلهم وعدم تحقيقهم الهدف، تحقيق الهدف المرجو من دخولهم إلى اليمن، مع ذلك سيؤدي إلى نظرة شعوبهم، نظرة نوع من إيش يعني، أنك أنتم يا جماعة لم تحققوا الهدف، بالتالي أقرب إلى الفشل هذه المعادلة، وأصبحت عاصفة الحزم عبارة عن شعارات جوفاء لكن حقيقة الأرض هي عبارة عن فشل. لأن هذا الأمر يتكرر بشكل كبير في مسألة حديث الإمارات الرسمي عن التزام الإمارات بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالشأن اليمني، كذلك مسألة أن ما تقوم به في إطار المبادرة الخليجية أهداف عاصفة الحزم، بشكل يتكرر هذا الأمر. إلى متى يمكن أن يستمر تستمر هذه الدعاية أو تستمر هذا الخطاب الرسمي الإماراتي بهذا الشكل في ظل ما يعني تتفضل به بالقول أنه فشل على الأرض؟ شوف يا أخي، ما دام هناك غطاء أمريكي غطاء غربي لهم، هؤلاء سيظلون بالفشل وفشل وفشل، لأن العاصفة الحزم لم تبدأ إلا بغطاء أمريكي. حتى بداية الحملة تم الدعم أمريكي واضح من الحكومة الأمريكية. ما لم يكون هناك، إذا رفع الغطاء الأمريكي وكان هناك عملية واضحة أن يا جماعة توقفوا عن هذه العملية سيتوقفون، لكن الأمريكان لا يريدون ذلك. الأمريكان يهدفون إلى شيئين، أول شيء إشغال السعودي بقضية اليمن وبالتالي إنهاك هذا النظام السعودي، مسألة استنزاف على مدى طويل. ثاني شيء يكون هناك بعد الاستنزاف هذا يكون معادلة الآن، تظهر دور الحوثيين ويكون لهم دور في الدستور اليمني القادم، كما يحدث الان وكما حدث في العراق، ويحدث الان يريدون ان يطبقونه في سوريا وغيرهم. لذلك الاستنزاف القائم الان يخدم المصالح الغربيه وخاصه الامريكان، بالتالي اتوقع لن تنقف هذه العمليه الا بتوجيه من الداعم الرئيسي وهو الامريكان، وطبعا معهم اسرائيل وغيرهم، من اجل تحقيق مصالحهم وليس تحقيق مصالح هؤلاء الشخصين محمد زايد ومحمد سلمان. محمد سلمان ليس لهم مصلحه مباشره لعمليه. طيب ماذا يهدفون؟ في ناس يقولون انها اقتصاديه، بس انا في نظري الاقتصادي هو ليس الحجم الاكبر، يعني الحجم الى حد ما، لكن الهدف الرئيسي هو خدمه مصالح اخرين من اجل وصول الى المنطقه الخضراء اللي يريدونها. هذا يريد كرسي وهي يريد كرسي، هذا وصل لمرحله هو يحكم، يعني هذا الاول ولي عهد في الامارات والاخر ولي عهد في السعوديه، ما الذي يريدونه اكثر من ذلك؟ يريدون حاكم فعلي، حاكم بمرسوم، حاكم جالس على كرش على الكرسي. يعني الان هم في مهب الريح، الان محمد سلمان يتلقى يعني ضربات من هنا وهناك، ويواجه يعني مقاومه داخليه مكبوته وخارجيه، واصبحت حتى تلاحظ المعارضه السعوديه تزداد خارجيا بين يوم واخر، والامارات ايضا تزداد المعارضه، والفشل نظره الشعب الاماراتي لمحمد زايد اصبحت واضحه ان نظره سلبيه. يتمنى شعب الامارات لو يزال هذا الشخص، لانه سبب مشاكل كثيره للامارات سياسيا اجتماعيا اقتصاديا ماليا. الامارات تعاني اشياء كثيره، حتى احتقان الشعب داخل هذا الامر. هل يظهر هذا الامر استاذ جاسم؟ لانه يعني على مستوى الخطاب يبدو ان الخطاب الرسمي الاماراتي هو الظاهر فقط، او من يؤيد هذه يعني اللمسه او هذا التوجه في الخطاب الإماراتي. الأصوات المعارضة لا تبدو كثيرا، يعني اليوم نحن نستضيفك ربما أول شخص من الإمارات جاء إلى الاستوديو في قناة بلقيس مثلا، حتى لا نسمع كثيرا من الأصوات الإماراتية، لذلك نريد أن نسمع منك أكثر. شوف أخي، الإمارات تعيش حالة استبداد، طغيان سياسي. الطغيان السياسي لا يسمح أبدا للرأي الآخر أن يخرج داخل الإمارات. كثير من الناس نتواصل معهم داخليا يحدثون بطريقة أخرى، بطريقة خفية طبعا، أنهم يعانون الأمرين، يعانون من أزمة، حتى بعض أزمة نفسية، وصلوا مراحل بعض الناس أصحاب القلم الحر أو العقول النيرة تعاني من أزمة داخلية في نفسها، لأنها ترى أن هذا غلط وهذا شيء
يخالف العادات والتقاليد والدستور والقانون وحتى العقل والمنطق الإماراتي، ثم يرتكب هذا النظام أشياء غير طبيعية. عدم وجود معارض داخلي لأسباب الاستبداد والطغيان السياسي، وأنا وجد ما يقل عن 200 شخص لهم رأي في الإمارات، قادة رأي في الإمارات موجودين بالسجون، لا يستطيعون أن يتحركوا، لا يستطيعون أن يبررون حتى لأسباب اعتقالهم. خارج الإمارات في كوكبة من الشباب يتحدثون خارج الإمارات ويعارضون السياسة الإمارات، ولهم صوت بارز وفي قنوات واضحة، قد لا يكونون كثيرين، لكن هناك يعني أقلام وأصوات خارج الإمارات تتحدث عن الوضع الإماراتي المشين، الذي أنا أثق بأن هذا النظام أو هذه السياسة لا تمثل أبداً شعب الإمارات. وللتالي وحتى أنا أدلل على كلامي، مجلس الإمارات مجلس الوطني بين قوسين مجلس الشعب لا يتم انتخابه من قبل الشعب، وإنما يتم تعيينه من قبل محمد بن زايد أو نظام الإمارات. لذلك هم حتى يخافون أن يكون انتخابات حرة. الانتخابات الحرة معناتها أن يكون صوت آخر، سيكون هناك استحقاق ومحاسبة ضد هذا النظام الذي بدد ثروات الإمارات، شوه صورة الإمارات. أنا كنت في مصر في 2011، كان الإماراتي كان له سمعة طيبة. خرجت من مصر 2014 وكان الوضع مزري جدا بالنسبة للاسم الإماراتي. لذلك هذه الأعمال التي يقوم بها نظام الإمارات، أول شيء لا تمثل سياسة الشعب الإمارات، ثم عدم وجود يعني نسبة معقولة من المعارضين لسبب خنق الحريات وكبت الحريات، وأن حتى تعرف أنت الشوارع تم التجسس عليها في الإمارات عن طريق الشركات الإسرائيلية، تم التعاقد معهم، التحقيقات الشهرية واليومية للمواطن الذي يتحدث حتى بصوت خفي مع أهله ومع أخوانه عن الوضع في الإمارات، يمكن أن يعتقل، ممكن أن يحرم ابنه من الوظيفة، ممكن حتى هو يحرم. تقوم به يعني تقوم بحقه الكثير من هذه الانتهاكات، اعتقالات عقلية ونفسية وجسدية. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ جاسم سيد مختار رحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك أستاذ مختار. يعني في سياق الرسالة الإماراتية إلى مجلس الأمن، من الذي أعطى الحكومة الإماراتية الحق في مخاطبة مجلس الأمن في الشأن اليمني بهذا الشكل؟ ألا يمثل ذلك انتهاكا للسيادة اليمنية؟ نعم، للأسف الشديد، أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام جميعا. للأسف الشديد أن الإمارات ليست هذه المرة الأولى التي تقوم باختراق السيادة. هي في السابق أعلنت عن الموعد للعمليات العسكرية في الحديدة للأسف الشديد، وكأنها هي الحكومة اليمنية وهي صاحبة الحق وهي المخولة من الشعب اليمني بإعلان الحروب وإنهائها. ولعل الجميع يتذكر أن الوزير قرقاش هو الذي أعلن أيضا انتهاء العملية العسكرية قبل شهرين تقريبا، حينما أعلن أن العملية ستتوقف لإتاحة المجال أمام المبعوث للأمم. بالتالي هذا الاختراق الخطير للسيادة اليمنية، هو قد سبقه أيضا اختراق عملي وواضح من قبل الإمارات العربية المتحدة للأسف الشديد في جزيرة سقطرى، حينما أرسلت طائرات، تم إبلاغ أبراج المطار في جزيرة سقطرى أنها تحمل مساعدات إنسانية، واتضح أنها تحمل دبابات ومسطحات، وجنود إماراتيين نزلوا وسيطروا على الميناء وسيطروا على مطار سقطرى، وحدثت أزمة. والجميع أعتقد تابع هذه الأزمة، والحكومة اليمنية أرسلت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تداول الجميع فحوى هذه الرسالة أن هناك انتهاك صريح من قبل الإمارات للسيادة الوطنية. بالتالي نقول أن هذه الإعلانات، سواء إعلان الحرب أو إنهائها أو الدخول بمشاورات أو غيرها، هذا من اختصاص ومن واجبات الحكومة اليمنية فقط، ولا يجب لأحد حتى وإن كان شريك لنا. في الأخير حتى التحالف العربي هو شريك وليس بديل للحكومة اليمنية وليس بديل للشرعية اليمنية، إنما هو شريك للحكومة اليمنية، وهو جاء بطلب من الحكومة اليمنية لغرض سامي ونبيل.
سبيل وهو إنهاء الانقلاب ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة والتي هي مرتبطة بدولة إيران التي أصبحت عدوة لنا كيمنيين أولا وعدوة للعرب بشكل عام لأنها تحاول إدكاء روح العنصرية والمناطقية والطائفية في المنطقة العربية وفي اليمن بشكل كبير يعني. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ مختار. بالعودة إليك أستاذ جاسم، الآن يعني في سياق رد الحكومة فيما سبق على مسألة إنزال يعني تواجد العسكري الإماراتي في سقطرة، الأمر يبدو أنه لم يختتم في تلك النقطة. هناك كما ذكرنا الأستاذ مختار مسألة إعلان وقف عمليات في الحديدة قبل مفاوضات جنيف، الآن هذه الرسالة في مجلس الأمن، هل برأيك أن الحكومة يبقى عليها دور في مسألة أن الإمارات تستمر بهذه الحكومة الإماراتية تستمر بهذا الانتهاك والحكومة صامتة، هل عليها دور أم لا، أم أنها في وضع لا يسمح لها ذلك؟ حكومة الإمارات، حكومة اليمن، اليمن طبعا هي العملية مشتركة من الجانبين. الرغبة من نظام الإمارات أن يسيطر على بعض المرافق المهمة جدا لتحقيق مطامعه ومطامع من خلفه، وضعف الحكومة اليمنية أيضا ساعد في هذا الموضوع. بالتالي نلاحظ سقوطرة مثلا، الإمارات كان لها مطامع لما رأت الساحة جدا مهيئة أنها تستولي على هذه الجزيرة، قد تستفيد منها اقتصاديا استراتيجيا، وشافت الوضع يعني جيد، وفي بعض المواطنين السقطريين اللي تم استقطابهم من زمان وتم حصولهم على الجنسية ساعدوهم، فتسارعت الأمور لصالحة. طيب ما الذي يجب عليها الحكومة اليمنية الآن القيام به حتى تدفع نحو إنهاء يعني الانتهاك المتكرر لهذه السيادة من قبل الحكومة الإماراتية؟ الحكومة اليمنية يجب أن تكون واضحة في تعاملها مع الطرفين، مع الجانب السعودي وجانب الإماراتي. طبعا هي وضعها إلى حد ما ضعيف لأن هي المحضن الأساسي لها في السعودية، والسعودية أيضا هي تنسيق مع الإمارات، ولا تستطيع السعودية أن تخالف الإمارات لأن محمد بن سلمان يعني محتاج لمحمد بن زايد كثيرا في الفترة الحالية. بالتالي يجب أن تكون واضحة، الهدف الرئيسي أن يكون تلتحم مع شعبها، تلتحم مع القاعدة اليمنية، مع الثوار اليمنيين، تكون واضحة في تعاملها بشكل واضح ما هي غايتها خلال الفترة القادمة، وتقف بشكل واضح ضد الأجندة الإماراتية ومن خلفها، لأن عدم وضوح الحكومة اليمنية والتحام مع شعبها سيساعد. والدليل على ذلك من أفشل العملية الإمارات في سقطرة هو الشعب اليمني. لما وقف مظاهرات والحديدية من أفشلها هو الشعب اليمني. يجب أن تقف مع الشعب وتكون واضحة في رسم معاناتها واضحة للشعب اليمني حتى تستطيع تقف ضد الإمارات، والإمارات سيخاف كثيرا من ردات فعل الشعب اليمني. طيب أنقل هذا الكلام منك أستاذ جاسم إليك أستاذ مختار، كلما وقفت الحكومة إلى جانب شعبها وتعاملت معه بشكل أفضل وحققت مطالبه كلما كان لها موقف أقوى أمام الحكومة الإماراتية. هناك كثيرون من يأخذون على الحكومة أنها لا تتعامل ولا تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المطالبات الشعبية الواسعة، إلى متى أستاذ مختار؟ أولا الجميع يعرف أن وضع الحكومة لا يسمح لها بأن تدخل بإشكالية مع أي طرف في التحالف سواء كانت الإمارات أو غير الإمارات. يعني وضع الحكومة حاليا وضع يجعلها بحاجة إلى مساندة الجميع بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي. وأيضا نحن لا ننكر أن هناك إشكالية، وهذه الإشكالية تم تصعيدها وتم الحديث عنها بشكل واضح، وتم أيضا إرسال خطاب إلى مجلس الأمن وشكوى. بالتالي الحكومة هي لا تريد أن تفشل التحالف العربي ولا تريد أن تتخذ أي إجراءات ضد دولة الإمارات أو أي طرف في أطراف التحالف العربي، لأننا ما نزال في معركة، والعدو الأول لنا نحن كيمنيين هي ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الدولة والتي تريد فرض أفكار. لكن الآن أستاذ مختار، هل أصبحت الإمارات الحكومة الإماراتية لا تختلف عن ميليشيات الحوثي من ناحية أن الواقع الذي شكلته في مناطق التي تسيطر عليها يكاد يشبه الواقع في أماكن سيطرة ميليشيا الحوثي؟ هناك ميليشيات يعني تستقوي على الحكومة اليمنية وتمنع الوزراء من التحرك، تمنع الحكومة من استغلال الموانئ. في الأخير الإمارات تبقى دولة
يعني دولة خارجية، وبإمكان الحكومة اليمنية وبإمكان الشعب اليمني أن يتخذ أو أن يخرج وأن يطالب بخروجها، وستخرج من اليمن. يعني ليست إشكالية كبيرة بالنسبة للإمارات أو خروجها من اليمن، لكن الإشكالية الحقيقية هي أن الحوثي هو يمني، لا يمكن لنا أن نقول أنه غير يمني، ولكن إشكاليتنا معه أنه يمتلك السلاح وأنه يقاوم الدولة ويحاول أن يستولي على الدولة. أما بالنسبة للإمارات، الإمارات هي جاءت بطلب من الحكومة اليمنية وبإمكان فخامة الرئيس والحكومة الشرعية وأيضا حتى الشعب اليمني أن يخرج وأن يطالب بخروجهم من اليمن، وهذا أعتقد أنه ليس بالأمر الكبير الذي يمكن أن يكون عقبة، لكن نحن نقول أننا حتى هذه اللحظة حريصين على التحالف أن يظل متماسك، حريصين على أن تستمر أهداف التحالف العربي كما تم الإعلان عنها منذ اليوم الأول، وهي أهداف سامية، أهداف نبيلة، وحريصين كل الحرص أن 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 يظل التحالف العربي نموذج راقي ونموذج رائع لمساندة البلدان العربية التي يعني تستدعي الحاجة الذهاب ومساندتهم والوقوف معهم. طيب متى يمكن، يعني إلى الآن لم نسمع تعقيب من الحكومة اليمنية حول هذه الرسالة، هل باعتقادك أننا سنجده في القريب العاجل؟ نحن نتمنى بالفعل أن يكون مثل هذه القضايا أن يتم الحديث عنها بكل صراحة وبكل شفافية، وأن يكون هناك رد على أي انتهاك أو أي اختراق. وكما أن الحكومة اتخذت موقف من الاختراق في سقطرى، نتمنى أن نرى أيضا هناك مواقف قوية من أي اختراق، سواء إعلان الحروب أو إنهائها أو الدخول بمشاورات أو إعلان أي إعلانات بديلة أو تخترق السيادة الوطنية، ولعلنا خلال الفترة القادمة الأيام القادمة نسمع تعليقا حول هذا خلال الأيام القادمة. مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. بالعودة إليك أستاذ جاسم، برأيك متى ستستطيع الحكومة اليمنية التخلص من عبء الحكومة الإماراتية الثقيل فيما يتعلق بانتهاك السياسة، فيما يتعلق السيادة اليمنية، فيما يتعلق بأنها الدولة الثانية في التحالف العربي الذي من المفترض أنه دخل لمساعدة الحكومة اليمنية؟ تعقيبا على الأخ مختار، نقول الحكومة اليمنية لا تريد أن تفشل التحالف. هو أصلا التحالف ماذا الذي حقق التحالف؟ مزيدا من الموت، مزيدا من الفقر، مزيدا من الهجرة. لو لاحظنا مقارنة بين تدخلهم وبعد تدخلهم، شفنا الهجرة اليمنية زادت، الفقر زاد، الموت زاد، والجوع زاد. لذلك يجب أن يكون هناك سياسة جديدة للتعامل مع هذا التحالف. يجب أن تكون هناك، إذا أردنا أن لا نفشله يجب أن نكون صادقين في التعامل معه، لأنها الدولتين السعودية والإمارات 4 سنوات الآن لم يستطيعون أن يدحرون الحوثي من صنعاء. هذا أكبر فشل، إلى الآن لم يستطيعون. هو أول ما جو قال خلال أشهر سنجعله يذهب إلى صعدة، وما زال الحوثي ماسك بالزمام، بل بالعكس وصل إلى مطاراتهم. إذن يجب أن تكون الحكومة اليمنية تضع خطة سياسية واضحة، وأول خطة أن تلتحم مع شعبها، تكون واضحة وتكون للمقاومة من الداخل وتكون واضحة. نحن ما نقول تلعب سياسة، السياسة مهمة جدا، لازم أيضا أن نكون يعني نوع من الندية والاحترام المتبادل بين الحكومة اليمنية والدولتين. مثلا لما يتدخل الامارات بطريقه يعني جريئه وغير منطقيه في السقطرى او في الحديديه او غيرها، او يكون ميليشيات يمنيه لضرب الثوار، هذه مشكله كبيره. كيف انا مواجه هذه المشكله؟ عشان التحالف ما يفشل. التحالف اصلا فاشل، لم يحقق الهدف الرئيسي من قيام التحالف 4 سنوات بالطائرات والصواريخ والمدرعات وبلاك ووتر. طيب هل كانت هذه الاشكاليه يعني حدث؟ هل كانت هنا الاشكاليه في انه المعذرة التحالف تدخل بشيك على بياض كما يقولون، هل كانت هذه المشكلة؟ التحالف تدخل برؤية غير يمنية، برؤية خارجية، يا إما شخصية محمد بن سلمان محمد زايد، يا إما أجنبية. لو تدخل برؤية يمنية لحل المشكلة خلال سنة من الوضع اليمني، لكن لم يريد أن يحل القضية. التحالف لا يريد أن يحل القضية، لذلك القضية أصبحت مثل الجرح من الجرح الذي ينزف اليمن، والحوثيين أصبحوا هم الأقوى، هم الأكثر سياسيا، هم الذين يتحاورون، وهم المطلوبين للحوار في جنيف. إذن المشكلة ليست مشكلة في الحوثيين ولا مشكلة في الشعب اليمني، مشكلة في إدارة الأزمة،
مشكلة أن هؤلاء الذين يريدون ينقذون الشعب اليمني زادوه مشكلة وزادوه احتقان وزادوه ألم وزادوه قتل وزادوه فقر. فلازم الحكومة تكون واضحة ولا تركن إلى الشعب، الحكومة اليمنية، الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية. صح أن هي الدولة السعودية تحتضنها، لكن أيضا هي تنزل من هيبة الحكومة اليمنية. لا يستطيع الرئيس اليمني يتحرك بمعرفته، ولا يستطيع أن يدير أموره بمعرفته، وبالتالي هذا أيضا الشعب اليمني سينظر له نظرة سلبية، ولن يستطيع أن يحقق الأهداف الرئيسية التي يطمح إليها الشعب اليمني ما لم يكون هناك استقلال واضح للحكومة اليمنية. طيب في السياق، يعني إذا ما دخلنا في تفاصيل ما الذي تفعله الإمارات بداخل اليمن، لماذا تركز على السواحل في البلاد؟ يعني جبهات مثل البيضاء، مثل مأرب، لا نرى تواجدا إماراتيا فاعلا فيها، فيما جبهات السواحل تشهد تركزا وتشهد ربما أيضا تواجد فاعل على الأرض من قبل القادة الإماراتيين أيضا، ليس فقط على مستوى الدعم. هو الهدف له شقين، شق اقتصادي أن السواحل لها علاقة بموال الإمارات، جبل علي وجواء الإمارات، وبالتالي تخلق لها نوع من الاستراتيجية المستقبلية، لأن باب المندب وباب المضيق هرمز في كثير من التوترات والإشكاليات مع الحكومة الإيرانية، فلذلك هم يخلقون لهم موطئ آخر. هذا الجانب المالي والتجاري والاقتصادي. الجانب الآخر أنه هو مركز استراتيجي لقواعد عسكرية للطيران الإماراتي. لاحظت الفترة الماضية كان هناك اتفاقيات مع أرتيريا ومع الصومال ومع جيبوتي ومع غيرهم لمزيد من النفوذ الإماراتي في هذه المناطق، لأن السياسة الإماراتي أصبحت يعني تمشي على أشواك، وهي كثيرة تعاني تواجه مخاطر كثيرة، تدخلها في اليمن، تدخلها في سوريا بشكل سلبي، تدخلها في مصر، تدخلها في ليبيا، كلها الإمارات تشعر أنها تواجه مخاطر هائلة من الشعوب العربية بشكل عام، أو كما تدعي بين قوسين الإرهابيين، لأنها تدخلت بشكل سافر وسلبي ضد مطامع الشعوب العربية. لذلك هي تحاول أن تؤمن نفسها عن طريق الخبراء اللي جلبتهم من برا، سواء مايكل برينس مال بلاك ووتر، أو هند مارش اللي هو الرئيس الحرس الرئاسة في الإمارات، وغيرهم، دحلان وغيرهم. يجب أن يكون هناك قواعد إماراتية خارج المنطقة حتى تحمي الإمارات مستقبلا، كما هي القواعد الإسرائيلية وغيرها، بناء على التخطيطات والمشروعات التي تقدم عن طريق هؤلاء الخبراء. لذلك جانب استراتيجي وجانب عسكري لحماية المصالح التي تعبر عن أشخاص ولا تعبر عن الأمن الوطني أو الأمن الإقليمي أو الأمن الإمارات. طيب أستاذ جاسم، دعنا نشك معنا في الحوار دكتور علي العبسي، الباحث في العلاقات الدولية الذي ينضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا. أهلا بك دكتور. دكتور، كيف قرأت رسالة الحكومة الإماراتية التي بعثتها لمجلس الأمن اليوم في سياق ملف الحديدة بالتحديد؟ اولا هناك استغراب بحيث كان ان تقوم دوله الامارات ببعث مثل هذه الرساله الى 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 مجلس الامن. اولا باي صفه؟ اذا كان ضمن التحالف العربي، فالتحالف العربي لديه ناطق رسمي ولديه مقر رئيسي موجود في الرياض، والدوله الرئيسيه هي المملكه العربيه السعوديه وليست حكومه الامارات. لكن ان تقوم الامارات باسمها كحكومه الامارات ببعث هذه الرساله الى مجلس الامن، أنا أعتقد أن هذا يأتي أولا في محاولة انتزاع دولة الإمارات اعترافا دوليا بدورها في اليمن. نحن لاحظنا في الفترات الأخيرة أن هناك نزاعات نشبت بين الحكومة الشرعية وبين دولة الإمارات، وكان أبرزها في قضية سوق قطرة، وأن الحكومة اليمنية ذهبت إلى 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 تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وكان هناك حديث عن استعداد الحكومة اليمنية أو أن الحكومة اليمنية سوف تدعو الإمارات للخروج من اليمن وإيقاف التدخل العسكري في اليمن. ولذلك الإمارات تحاول انتزاع اعتراف دولي بدورها في اليمن عبر هذه الرسائل، عبر انتزاع اعتراف من مجلس الأمن الدولي أن الإمارات موجودة في اليمن، الإمارات هي من تقود المعارك، أن الإمارات هي من تشارك بفاعلية، بحيث أنه عندما تحدث أي أزمة أخرى مع الحكومة اليمنية أو عندما تحاول الحكومة اليمنية إنهاء مشاركة الإمارات فيها في 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 اليمن، أن دولة الإمارات سوف تتحجج عند ذلك بأن هناك أن هذا اعتراف، أن هناك اعترافا دوليا بدورها، وأن مجلس الأمن الدولي أيضا
تحدث معها او انها حضرت مجلس الامن الدولي وفي هذا السياق. يعني انا لا استطيع ان افهم كيف تسمح دوله الامارات لنفسها التجاوز اولا الحكومه الشرعيه في اليمن، ثانيا التحالف العربي نفسه وان تتجاوزه الامارات كحكومه في ضمن هذا التحالف وليست الحكومه الرئيسيه وان تقاطع مجلس الامن مباشره. طيب إذا ما الذي يجب أن نتوقعه من قبل القائد لهذا التحالف كما تقول يعني السعودية وكذلك من الحكومة اليمنية التي تم تجاوزها أيضا؟ من ناحية أننا ندرس التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، هو تحالف قلق، هو تحالف قائم على التقاء مصالح ولكنه أيضا يتضمن ألغاما أو يتضمن أيضا تضارب في المصالح. أعتقد المملكة العربية السعودية بالتأكيد هي لن تترك اليمن فريسة سهلة للإمارات، بالتأكيد هناك تنافس مع الإمارات في 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 مد نفوذها على اليمن، ولكن المملكة العربية السعودية لا ترى ضرا في هذه الحالة من زاوية أخرى، من زاوية أن الإمارات أيضا تتحمل تكاليف الحرب أيضا مع المملكة العربية السعودية، وأنا علينا نعلم أن المملكة العربية السعودية تعاني من أزمة مالية وتحاول أن توفر مصادر مالية أو تحاول أن تحدث توفيرا في كلفة الحرب، والإمارات تدفع أيضا. الإمارات هي الدولة أعتقد الدولة الوحيدة التي تشارك في الحرب وتتحمل جزء من تكاليف الحرب، والمملكة العربية السعودية تحتاج لهذه المساعدة الإماراتية أو هذه المساعدة الإماراتية في الحرب. هذا أولا. ثانيا، المملكة العربية السعودية لا تريد أن تلفت النظر إلى 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 سياستها وإلى استراتيجيتها في اليمن، والإمارات هي أفضل من نستطيع ماذا نستطيع أن نقول أفضل من يقوم بذلك بتغطية هذه السياسة السعودية، لأن الإمارات أيضا تتعامل في اليمن بطريقة عنجهية، تتعامل بطريقة استعلائية، تتعامل بنوع من التجاهل الكبير والتام للحكومة الشرعية في اليمن، وبالتالي جذبت الانتباه الدولي والانتباه المحلي لسياستها وسلوكياتها العدائية في اليمن، وهذا أدى إلى تغطية السياسات والأطماع السعودية أيضا أقل شيء إعلاميا أمام المجتمع الدولي، وأسباب أخرى كثيرة. أعتقد أن المملكة العربية السعودية تستفيد حتى الآن من السياسة العدوانية الإماراتية في اليمن في لفت النظر إلى بعد النظر عن أطماعها هي، بعد النظر عن سياستها هي، بعد النظر عن أهدافها الاستراتيجية في اليمن، ولذلك أعتقد ستسمح بهذا ستسمح ذلك خصوصا إذا. طيب ما هو الحد الذي سيفصل ما بين استمرار سماح المملكة العربية السعودية والحكومة السعودية في أن تستمر الإمارات بهكذا التجاوزات في من أن يتوقف هذا السماح أو تشعر أو نلاحظ تحركا سعوديا جادا لإنهاء ذلك وإنهاء العبث هذا؟ أنا أعتقد المملكة العربية السعودية تراهن على نفوذها القديم في اليمن، تراهن على أن لديها أوراق أكثر أهمية وأكثر قوة في اليمن من الإمارات العربية المتحدة. الإمارات حتى هذه اللحظة لم تنجح بإيجاد طرف قوي، طرف محلي قوي يستند عليه نفوذها في اليمن. الإمارات كل ما فعلته أنها أنشأت أطرافا، دعمت أطرافا محلية جديدة تماما، وليست بتلك القوة. المملكة العربية السعودية تراهن على أشياء كثيرة، منها أنها دولة المجاورة لليمن. المملكة العربية السعودية تراهن أنها صاحبه الخبره الاكبر في اليمن، صاحبه التحالفات الاكثر عمقا والاكثر قدما والاكثر ثقلا في اليمن، ويعتبر أن الإمارات حتى هذه اللحظة لم تنجح في إيجاد موطأ قدم حقيقي في اليمن. ما استطاعت أن تفعله الإمارات هي إنشاء أطراف معينة هناك في الجنوب عبر المجلس الانتقالي وبعض الأحزمة الأمنية، وحتى هذه المجلس الانتقالي وحتى هذه الأحزمة الأمنية إذا استمعنا إلى خطاب الخاص بزعماء هذه الحركات هم أيضا يعتمدون على التقارب مع المملكة العربية السعودية أيضا. هم يعتبرون الملك سلمان والحكومة السعودية هي صاحبة اليد العليا في اليمن أيضا، وهم يعترفون بذلك، وهم يبدون أيضا الولاء والطاعة أيضا للمملكة العربية السعودية، ولا يختصون بهذه الطاعة فقط الإمارات العربية المتحدة. السعودية مطمئنة نوعا ما، هي تعرف اليمن أكثر وهي لديها نفوذ أكثر في اليمن، وعلاقتها مع كل الأطراف في اليمن أقوى من علاقة الإمارات، ولذلك تسمح للإمارات في ممارسة هذا الدور حتى هذه اللحظة، هي مطمئنة تماما. طيب أمام ذلك أستاذ علي، وبسؤال أخير، يعني ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة اليمنية لوقف هذا العبث والدفاع عن سيادتها بشكل واقعي، يعني بناء على ما لديها من أوراق؟ الحكومة اليمنية تمتلك أوراق كثيرة وأهمها ومنها الشرعية اليمنية، الشرعية الدستورية اليمنية، وهي تستطيع فعلا أن
أن تحجم النفوذ الإماراتي وتستطيع حتى إنهاء دول الإمارات في اليمن. لكن الإشكالية بالنسبة للحكومة اليمنية هي علاقة بالمملكة العربية السعودية. هي تعرف تماما أن التحالف الإماراتي السعودي يتجاوز اليمن. التحالف الإماراتي السعودي لا ليس فقط في اليمن، هو في المنطقة العربية بشكل كامل وفي منطقة الخليج أيضا بشكل خاص، وهم يعرفون أيضا ويدركون أن الإمارات السعودية ليست مستعدة في المرحلة القادمة عن التخلي عن التحالف مع الإمارات، ولذلك تجد صعوبة، تجد الحكومة الشرعية اليمنية صعوبة في وقف ولجم التدخل الإماراتي في اليمن، لأنها تحرص أيضا على التحالف الأساسي والذي هو المملكة العربية السعودية. الحكومة الشرعية والرئيس هادي هم يعتبرون أن التحالف مع المملكة العربية السعودية هو تحالف استراتيجي لا غنى عنه، ولا يستطيعون التخلي عنه في هذه المرحلة، ولا يوجد بديل منطقي وواقعي أقل شيء في المدى المنظور عن هذا التحالف. ولذلك هم يتحسبون إلى موقف المملكة العربية السعودية ويتحالفها من دول مع دول الإمارات العربية المتحدة في السياسة المفترض أن يعني يتعامل بها مع الإمارات، وأعتقد أن ذلك سيستمر في الفترة القادمة. الحكومة الشرعية اليمنية هي مطالبة بالفعل، مطالبة محليا، مطالبة دوليا، مطالبة إقليميا بالقيام بفعل في هذا السياق. نعم، أشكرك إذن دكتور. نعم، شكرا لك دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. بالعودة إليك أستاذ جاسم، يعني في سياق ما ننتظره في الأيام المقبلة وفي سياق